انا صدقون هذا الرجل علمه فيدي كل يوم استغرب شيء والله، يعني هذه من الاشياء اللي انا ابي اتكلم فيها. علي لما تزوجته قال لي انا يتيم، اوكي قال لي انا يتيم، انا ابوي يا الدنيا، انا يا الدنيا ابوي متوفي، امي ربتني لعمر 6 سنوات او 7 سنوات، توفت. اللي قال لي اللي كان قال لي عندي اخت ما كانت تجيب عيال، وش اسمه هي اللي كملت تربيتي الى ان كبرت، وهذه الامور حلو ومتوفية قال اختي، فقال لي انا يتيم. اوكي بعد زواجي منه بعدد من السنوات قعدت اطالع، قعدت تجيله مكاتيب من العراق، اوكي تجيله مكاتيب من العراق رسائل، هذا الحكي قبل الايميل قبل الدنيا، لا 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 رسائل. كنت اقول له هذول معجبين علي، عامر الشريفي حياك الله، هذول معجبين علي، جاي يقول لي انا هذول اهلي من صوب ابوي ابعاد. ثانك يو علي الشريفي، كان يقول لي هذول يصيروا لي من بعيد، من اهل ابوي من بعيد، طالبين مساعدة. تصدقون بعد ما توفى عرفت انه كان عنده اخوان في العراق من ابوه، وانه كان عنده اختين خيرية وفضيلة عنده. انزين ليش تقول عن نفسك يتيم وانت اساسا عندك خوات في العراق؟ الى هذه اللحظة انا مو قادرة استوعب يعني سالفة ليش كان يقول ان انا يتيم. الجوري والله ما حد، انا ما ادري عنهم، يمكن ما ادري، يمكن ام حسين الله يرحمها زوجته الاولية تعرف. لان ام حسين هي اللي ابتدت وياه من البداية. منو هذا اللي يبي له طرده؟ هي أبرار، أوكي تبي لها طرد هذي منو؟ أوكي فوالله العظيم ما يمكن أم حسين كانت تدري عنهم. يعني والله صدق تفاجأت. يعني مع انها ما كانت تفرق وياه يعني يتيم ولا عندك اخوان، يعني في اي بلد كيفك هالشي راجع لك. هو انا اللي عرفه هو المفيدي، يعني يوم زواجي منه يوم الملكة انا اكتشفت، اول احنا لما نتزوج ما نتزوج بالبطاقة المدنية،
نفس الحين انت تزوج بالجنسية، اوكي؟ يوم زواجي منه اتذكر بيتنا في قرطبة، طلعنا الجناسي، انا جنسيتي اولى تأسيس، هو جنسيته خامسة، فهني عرفت انه هو مجنس اساسا علي. اوكي، خدمات جليلة، خدمات جليلة يتجنسون مادة خامسة، يعني نفس داود حسين، نفس نوال، نفسه، يعني مو فارقة وياي، يعني انت اخترت بني ادم، مو فارقة وياك اذا هو جنسية اولى، ثانية، ثالثة، رابعة. لا، اثناء الملكة، اثناء الملكة، اثناء الملكة طلقت، شفت لما الملاج قال جنسيتك طلع خامسة، أنا أولى تأسيس، حتى والله قال لي إياها يوميا، قال ترى أنا كويتي أكثر منك، قلت والله متضايق، أنت أولى تأسيس وأنا خامسة، قلت أنا جد جد أبو اللي خلفني مولود بالكويت، مدفون بالكويت، فاكتشفت صدقون انه وايد اسرار كان في حياته ما حب يكشفها.